طب وعشان نتكلم بشكل أكتر عن زيارة السيد الرئيس السيسي لروسيا ومدى أهمية القمة المصرية الروسية واللي هتعقد النهاردة في سوتشي، مين ضم لنا على تليفون السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير سيادة السفير. صباح الخير يا فندم. طبعا برحب بحضرتك في البداية، وحابين نعرف إيه أهم النقاط اللي هتتناولها القمة المصرية الروسية واللي هتجمع رئيس السيسي بنظيره فلاديمير بوتين النهاردة. طبعا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ده له دلالات ومعاني أن العلاقات المصرية الروسية وصلت لمصاف العلاقات الاستراتيجية الأهم على الساحة. مصر عضو رئيسي وفاعل على الساحة الدولية، دولة إقليمية ذات تأثير. روسيا بحكم تواجدها ونفوذها في المنطقة في حاجة لشركاء على قدر مصر، وبالتالي هذا التلاقي الاستراتيجي عبر عن نفسه في مشاهد عدة، سواء كانت عسكرية وأمنية في دعم روسيا لجهود مصر في مكافحة الإرهاب، أو سياسية من خلال لقاءات الرئيس على مستوى القمة بالرئيس بوتين، 9 لقاءات في مناسبات متعددة سواء زيارات متبادلة أو لقاءات في محافل دولية. إضافة إلى ذلك يعني دعم روسي هام جدا لمصر في ملفات صناعية وتكنولوجية استراتيجية، أجد على رأسها ملف الضبعة النووية، محطة الضبعة النووية السلمية بقيمة 25 مليار دولار، هو العقد الأهم في تاريخ العلاقات بين البلدين. إضافة إلى ذلك يعني المنطقة الاقتصادية الروسية في منطقة قناة السويس الاقتصادية. إضافة إلى ذلك هناك أيضا صفقة النقل الهامة لنحو 1300 عربة نقل سكك حديد وقاطرة وتصنيع جزء من هذه الصفقة في مصر. إذا ما أشرنا أيضا إلى تزايد حجم التبادل التجاري بنحو 6.9 مليار دولار، لوجدت أن هذه العلاقات متنوعة. إضافة أيضا هناك إشارة إلى إطلاق روسيا لقمر صناعي مصري نهاية العام، وهناك منارات عسكرية مشتركة بتجري الآن بين قوات الصاعقة من البلدين. إذن نحن أمام مشهد علاقات سياسي واقتصادي وعسكري وأمني هام. نعم، بالإضافة كمان سيادة السفير طبعا لعودة طبعا الرحلات الروسية لمصر مرة تانية. وطبعا بشكرك جدا السيد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا على التليفون. طيب احنا لسه برضو مشاهدينا مكملين في نفس السياق، وتعقيبا برضو على القمة المصرية الروسية، معنا على الهاتف من سوتشي الأستاذ عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك يا أستاذ عبد المحسن. يمكن يا فندم دايما الصحفي بيبحث عن نقل الخبر وصناعة الخبر، لو تحدثنا فندم عن صناعة الخبر من خلال موقع حضرتك دلوقتي، ممكن نتكلم في إيه تحديدا؟ شوف حضرتك، احنا في انتظار ان شاء الله لقاء الرئيسين والمؤتمر الصحفي اللي هيعقد خلال الوقت القليل القادم يعني ان شاء الله. طبعا الحقيقه منذ امس ونحن نستشعر بحاله مختلفه وجو مختلف من العلاقات المصريه الروسيه. يعني بالامس كنا في انتظار خطاب الرئيس امام مجلس الاتحاد الفيدرالي، وهو أول خطاب لرئيس دولة أجنبية يلقي خطابه أمام هذا المجلس اللي هو الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي. الحقيقة جات لنا رئيس المجلس لما عرفت إن إحنا الوفد الصحفي المصري، جات لينا وتحدثت لينا، وكان حديثها يعني شيء يعني رائع ونفخر به بالنسبة. ده قبيل الكلمة يا أستاذ عبد المحسن ولا بعدها؟ قبيل الكلمة. لا قبيل الكلمة. واتكلمت معانا وقالت ان العلاقات المصريه الروسيه بتمر بمرحله مهمه جدا، واخده تطور مهم، وبتزدهر ازدهار غير مسبوق، وان هم وعرضت عن مدى وعن سعادتها بخطاب الرئيس، وان البرلمان المجلس الاتحاد الفيدرالي رغم ان هو مش شغال اليوم دي، المفترض ان هو في اجازه او في عطله، لكن عقد خصيصا لاجل الرئيس، وهو لأول مرة يعقد ويلقى يعني من أجل رئيس أجنبي ليقوم بإلقاء كلمة أمامه. والحقيقة يعني حتى يا أستاذ هشام، بعيدا عن اللغة البروتوكولية التي قد تكون أحيانا فيها قدر من المجاملة، لكن تعالى نتكلم على حقائق العلاقة المصرية الروسية، هتلاقيها فعلا زي ما عبرت رئيس المجلس الاتحاد الفيدرالي، هي ماشية في الطريق اللي هو التصاعدي الكبير جدا.
الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجه مهمه، ودي انا كمراقب بقى ومتابع للاحداث الحقيقه رصدها بشكل دقيق جدا ومهم. الرئيس قدر يعمل علاقات متوازنه وقويه مع اقطاب المجتمع الدولي، يعني نتكلم على امريكا، نتكلم على روسيا، نتكلم على الصين، نتكلم على الاتحاد الاوروبي، دون تعارض في المسارات. بمعنى يعني مصر كانت وقعت في غلطه واخطاء تاريخيه سابقه حينما كان هناك في احاديه في العلاقات، يعني ما يبقى لنا علاقات مع الجانب الروسي قويه بنقلع بنقطع او بتجمد علاقتنا بالامريكان، وما تبقى علاقتنا بالامريكان قويه تجمد علاقتنا بالروس. الحاله دي اختلفت وانتحر. الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى مسؤوليه القياده ارسى نوع من العلاقات المتوازنه القويه المتميزه بين مصر وبين اقطاب المجتمع الدولي. فلدينا علاقه متميزه في روسيا ظهر في بوادرها في اتفاقات التسليح، اتفاقات التصنيع، يعني صفقه ال 1300 عربيه الخاصه بالقطارات منهم جزء مهم هيتم تصنيعه في مصر. ده في اطار نقل تكنولوجيا خبره الصناعه الروسيه ونقل خبره تكنولوجيه لمصر لتوطين هذه الصناعه، وان تصبح مصر هي مركز التصنيع ليس لها فقط لكن لافريقيا والعالم. طبعا زي ما حصل مع فرنسا في الجانب العسكري وتصنيع برضو بعض القطع البحريه هنا. الو، طب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ عبد المحسن سلامه نقيب صحفيين رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام، كان معنا هاتفيا من سوتشي تعقيبا على الزياره الهامه للسيد الرئيس لموسكو، هذه الزياره اللي بتستمر لمده 3 ايام.